نسيب حضراتكم مع تقرير عن انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، وده هيكون بحضور كبار الأطباء وبرعاية عدد من شركات الأدوية الكبرى. التفاصيل في التقرير التالي. النهاردة ده أول مؤتمر للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، والجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة هي شعبة من شعب الجمعية الطبية المصرية، ولأول مرة بيجتمع مش بس الأطباء، مش بس أهل الصحة اللي هم الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي، لا بيجتمع معهم كمان كل من له علاقة بالاقتصاد بتاع الصحة، سواء كانوا اقتصاديين أو ناس بتوع تمويل أو إداريين، كل ما هو يخص اقتصاديات الصحة والدواء. وده مهم جدا، ليه؟ لان هو ده اللي الهدف منه هو مساعده صانع القرار. لاول مره يتم مناقشه علميه دقيقه لمشاكل اقتصاديات الصحه في مصر، وهي من اهم المشاكل التي تحتاجها الدول اللو والميدل انكم اللي هي قليله الدخل ومتوسطه الدخل لكي تحصل على افضل خدمه صحيه باقل مقابل مالي. وده الهدف الأساسي لكل من يعمل في قطاع الصحة في مصر وفي غير مصر. المشاركة العربية النهاردة كانت كبيرة جدا من كل الدول العربية تقريبا، وده شيء عظيم. أيضا قامتين علميتين كبيرتين على مستوى العالم، هما يعتبروا من أهم الشخصيات اللي بتتحدث عن هيلث إيكونومكس، كانت موجودة النهاردة في المؤتمر، بروفيسور زولتان كالو وبروفيسور لويس اللي كان موجود من USA. لو الصحة بتخطط كويس، بمعنى أنها بتدي أولويات للأمراض الشائعة ما بين الناس وتديها جزء كبير من تكلفة الصحة، وبعدين تنزل لتحت بالتدريج، نقدر نقول ان احنا الفلوس اللي معانا على قد اللي هي موجودة هنقدر احنا نغطي بيها عدد اكبر جدا جدا من المواطنين، وبالتالي هنعمل رضا المواطن ونقدر نديله الخدمة الصحية اللي هي من جزء من الدستور، حق دستوري لكل مواطن. انا سعيد جدا بدعوتكم الكريمة لي شخصيا عشان اعطي محاضرة عن الخبرة الإماراتية في مجالس الاقتصاد والصحي، نسميها HTA أو Health Technology Assessment، وهي التقييم التكنولوجي الصحي للأدوية وكذلك الأجهزة الحديثة في عالم الطب. بالنسبة لي أول مرة أشارك فيها، وصراحة سعيد جدا بلقاء كثير من زملائي الخبراء المصريين وكذلك بعض الخبراء الأجانب في مجال الاقتصاد الصحي، وبدعوة من الجمعية المصرية للاقتصاد الصحي.